أتت النيران على كل ما في هذا المكان. قبل أن تحرق النار كل ما فيه كان معرضا للسيارات، الآن رماد على هياكل حديدية هو كل ما تبقى منه. مثل هذه المشاهد تتكرر كثيرا في كينوشا، هذا واحد من الأماكن التي تعرضت لإضرام النيران خلال المظاهرات. من قاموا بأعمال التخريب يقول سكان كينوشا جاءوا من خارج المدينة. حضر أناس من خارج المدينة واستخدموا إطلاق النار على الشاب لخلق الفوضى هنا، جاءوا من مدن أخرى وحتى من ولايات أخرى إلى هنا لخلق الفوضى. وهذا ليس المكان الوحيد، هنا كان محلا لبيع الكاميرات، إلى جانبه كان محلا لبيع المفروشات، على بعد بضع شوارع كان هذا مركزا للإفراج المشروط. أحرقت وسويت بالأرض كما حصل مع محال وأعمال أخرى خلال المظاهرات التي عمت المدينة بعد إطلاق النار على جاكوب ليك من قبل أفراد الشرطة. لكن جانبا آخر ظهر بعد آثار الدمار والحرق. كل يوم تخرج هذه العائلة تحمل ألوانها وعدتها وتبدأ عملا أوجدته لها بعد المظاهرات. نوجه رسالة برسمنا، إننا كلنا مع بعضنا نرسم الصبار بألوان مختلفة لنقول أن لكل منا هويته. هذا هو المشهد الذي يغلب على المدينة الآن، ريشة وألوان تحاول إعادة الأمل إلى مدينة مزقتها المظاهرات. أنا هنا لأرسم وألون وأكون مع المجتمع. أنا غاضب ومحبط وكل ما بيدنا أن نقوم به هو أن نقف مع بعضنا. ليس بالرسم وحده، هنا يحاول ترافيس أن يساعد الأعمال الصغيرة المتضررة في المدينة بتنظيم حملة تبرعات. الدمار الذي نراه هنا، فما علاقة الأعمال الصغيرة به؟ بعض المحال موجودة منذ 100 عام والآن اختفت، نعمل القليل من أجل مساعدتهم. في كل شارع وفي كل زاوية يحاول المتطوعون نشر رسالة تؤكد على الوحدة والتضامن في وجه العنصرية والانقسام. ريما أبو حمدية، العربي، كينوشا، ويسكونسن.